يا اخوان الانسان المعاند وزول صاحب الشبهات صاحب عدو الاسلام ده لابد يزجر ويؤدب في المناظره ذاته، ده تزجره تهذبه تمام، وبعدين تتحداه وتجهله. شفت كيف؟ لانه هو رافع راسه وداير يلعب بالشريعه. قال محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم يقول: ما رايت احدا يناظر الشافعي الا رحمته. قال لما بحين عليه من الشافعي، قال من مقامه بين يدي الشافعي، وقال: لو رايت الشافعي يناظر لظننت انه سبع سياكله. كانه داري هاجم على سبع بس، ودي بتنفع مع خصوم الدين. زول مجرم جاي يقول لك الشيخ بيخلق وبدي الجنة وبيعلم الغيب وبقلب البيت ولد، انت تجي تقول لي وانا اتأدب معك؟ انت ما مؤدب تتأدب مع زيدة؟ زيدة يزجر ويؤدب، لابد تزجره وتأدبه ويبقى في التحله. انت عارف يخش معك في مناظرة يبقى بس في التمرق من المحل ده، يبقى كايستي حاجة بس تخارج يمرق بالباب ده يتخارج منك. لابد ده تخطه في حتة ضيقة جدا، لأنه زول عدو للعقيدة. تجي هسه في المناظرة، شباب علق علانا مناظرة تحت الهواري بتكلم مع محمد المنتصر، ومحمد المنتصر تبنى كل التصوف. الغريبة أنا ما كنت متوقع يتبنى التصوف كله، وكل مراجع الصوفية يتبناه بالكامل حسب الكلام اللي جابه في البيان. الهواري قال تبنى كل التصوف ودافع عنه كله بما فيه الكلام في الفيوضات الربانية المآثر والأوراد القادرية وكل الكلام بتاع ادعاء الألوهية والحلول والاتحاد والخلق والرزق وإحياء الموت كله يتبناه. الهواري بيتكلم معاه ويقول محمد المنتصر هداه الله وعفى الله عنه. بالله ده أسلوب أنت تتعامل به معه؟ والكلمة دي ما حظي بها أهل السنة من هذا الهواري. علماء السنة ديل ما بقولوا بوحدة الوجود ولا الاتحاد ولا إنه الولي يخلق ولا يرزق، ديل علماء من علماء السنة كأمثال الشيخ النجمي الشيخ عبيد الجابري ومقبل الوادعي وربيع ورسلان، ديل خمسة علماء علماء كبار من علماء السنة والجماعة ما حظوا بمثل هذه العبارات الرفيقة من الهواري، وحظي بها ذاك الصوفي في مسرحية من الأدب المصطنع يتصنع الأدب تصنعا في البيان بتاعه، وهذا مؤدب وذاك مهذب وظهر منه الحقد كده. خلينا لما نجي عن الموضوع بتاعه ده. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.